ناس كثير بيسألوا عن الكفر الزجاجي اللي نزل في آخر فترة في الأسواق لحماية الموبايلات. راح نشوف تجربتي مع هذا الكفر في هذا الفيديو، تفاصيل مهمة جدا، وآخر 10 ثواني في هذا الفيديو راح تكون كثير مهمة. خليكم معنا وتتابعوا هذا الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا فيكم في قناة دعم على تيوب. تجربتي مع هذا الكفر مرة من المرات، كنت بحاجة لكفر لموبايلي، تليفوني هو من نوع A70 من سامسونج. دخلت على محل تليفون بشكل سريع، عجبني تصميم هذا الكفر، اخترته واخذته من صاحب المحل وروحت فيه بدون ما أعطي أي أهمية للتفاصيل أو مصنعية هذا الكفر. إذا ملاحظ على تصميم هذا الكفر، إجا بحواف دائرية ملساء ما فيها أي نوع من أنواع الخشونة، وهذا إشي إيجابي. إذا بنلاحظ كمان على الحواف أو نقطة التقاء الجزء الأمامي وجزء الخلفي من هذا الكفر، إجا فيها نقاط مغناطيسية لضمان ثبات هذا الكفر في الوجهين سوا. الجزء الخلفي من هذا الكفر مصنوع من الزجاج أو البلاستيك المقوى من النوع اللي بيلم بصمات الإيد، ما في أي نوع من أنواع التهوية، مع مراعاة وجود مدخل الشاحن والسماعة والمايكروفون. أما الوجه الأمامي ما في أي نوع من أنواع الحماية، بدك تعتمد على لزقة أو شاشة السيكوريت اللي بتلزقها على شاشة الموبايل أو تترك التليفون على الشاشة الأصلية. وإذا ملاحظ كمان على الحواف، مزود بكبسة باور وكبسة رفع وخفض الصوت. إذا بدي أحكي عن إيجابيات ومميزات هذا الكفر، ما رح ألاقي أي إيجابية أو شيء يميز هذا الكفر عن الكفرات الثانية، بالعكس تماما، هذا النوع من الكفرات اللي ببصم وبلوم بصمات الإيد على الجزء الخلفي من هذا الكفر، وهذا شيء مزعج بالنسبة لي. والنقطة الثانية، حجم ووزن هذا الكفر بعد تركيب الجهاز عليه. أنا من الناس اللي بحط تليفوني في جيبة البنطلون الأمامية، وهذا الشيء ممكن يسبب لي عائق في المشي أو الجلوس بشكل عام. ونقطة كثير مهمة، إنه هذا الكفر مش آمن، يعني إذا سقط الهاتف هذا الكفر ما راح يسعفك، بالعكس هذا راح ينفصل، الجزئين راح ينفصلوا عن بعض وتليفونك راح يقع على الأرض أو راح يتكسر هذا الزجاج اللي بيكون في الكفر، وممكن يأثر على شاشة التليفون الخاص فيه. والشيء الأكثر أهمية إنه المغناطيس الموجود على الحواف، هذا الكفر بيحجب عنك الشبكة بنسبة 70%. أنا في هذا المكان كانت شبكة الواي فاي أو الويرلس توصلني 3 شحطات، بعد ما ركبت هذا الكفر كانت توصلني بس شحطة واحدة، وأحيانا ما يشبك، وأكيد كانت شبكة الاتصالات ما تمسك أحيانا. وحتى حزم البيانات اللي كنت أستخدمها من تليفوني، كنت أمسك شبكة 4G، بعد ما ركبت هذا الكفر تحولت الشبكة من 4G إلى 2G. السرعة البدائية والبسيطة والبطيئة جدا، ولازم نعرف أن المغناطيس الموجود في هذا الكفر بيأثر على ألوان شاشة تليفونك. خلاصة هذا الفيديو، ما بنصح أي حدا يستخدم هذا الكفر لأنه مش عملي وممكن يعمل لك مشاكل في تليفونك. أما الإشي الأهم اللي أنا بدي إياه، تعملوا اشتراك في هاي القناة ولايك لهذا الفيديو، وتعطوني رأيكم في هذا الكفر في الكومنتات. الله يعطيكم ألف عافية، أهلا وسهلا فيكم، مع السلامة.